طيب، أول حاجة أنا اسمي مهندس مصطفى محمود. أنا اللي هشتغل معاكم إن شاء الله الترم ده الكورس بتاعنا اللي هو PHM 212S، اللي هو الـ Complex و Special Function و Numerical Analysis. هنتفق بس مع بعض على شوية حاجات كده أوضحها كده في بداية الريكورد، عشان برضو لو في حد مش حاضر يبقى ينزل الريكورد ويسمع كده الأول 5 أو 10 دقايق دول، يفهم النظام ماشي إزاي، وبعد كده نبتدي نشتغل بقى الجزء اللي دكتور مكرم اشتغل معاكم يوم الخميس اللي فات. تمام، مبدئيا كده يوسف اللي هو المندوب موجود معانا دلوقتي ولا لسه ما دخلش؟ طيب، طيب لغاية لما هو يبقى موجود، بس لو في حصل أي حاجة، لو الصوت قطع أو أي حاجة، حد بس ينبهني يعني. تمام، طيب إحنا أول حاجة بس بالنسبة لشغلنا، يعني شغلنا جوه الأونلاين سكشن، هيكون بس النظام بتاعي بالشكل ده. أنا دايما هتلاقيني بعض اتكلم مثلا من 10 15 دقيقة مثلا شرح، وبعد كده بدي لك مثلا حوالي 5 دقايق للأسئلة. فخلال ال 10 15 دقيقة يفضل ان مفيش حد يقاطعني خالص، يعني محدش يسأل، محدش يعمل اي حاجة. لو انت عندك سؤال ارفع ايديك، اعمل ريز هاند، وونس ان انا وقفت هتلاقي دايما كده بقعد اتكلم بس شوية كده، اشرح مسألة او مسألتين او اقول شوية افكار، وبعد كده اقف، وبعد كده ادي لك الفرصه اللي عنده اي سؤال يفتح المايك ويتفضل يسال. مش لازم تكتب السؤال بتاعك في الشات، مش لازم تبعته لي، هخليك تساله مباشره، بس يعني ايه عشان يبقى ما فيش حد بيقطع الشرح، فافضل ان انا اشرح شويه وبعد كده ادي لك فرصه تسال، وهكذا على مدار السكاشن بتاعتنا. ده طبعا بالنسبه لي السكشن اللي هو الاونلاين. طيب هيبقى السؤال الثاني، طيب قبل بس ما نشوف موضوع اونلاين وان كامبوس ده، دايما هكون عاوز واحد، يعني الواحد ده لو هو يوسف ماشي مفيش مشكله، لو اي حد تاني مثلا تختاروه، يعني هيبقى في واحد بس هو اللي ليه استثناء عن القاعده اللي احنا قلناها دلوقتي، ان هو نقعد ال 10 او 15 دقيقه دي محدش يتكلم. هيبقى في واحد بس دي استثناء كده لو في حاجه غلط، يعني لو انا وانا بتكلم مثلا بقول لك اكس سكوير ده تكامل اكس سكوير بيساوي، فرحت كاتبه اكس باور 4 مثلا، فدي غلطه وارد طبعا تحصل وانا شغال في وسط السكشن كده، حاجه زي كده او اقل او اكتر اتلخبط فيها وانا شغال. فبس وانا شغال كده وانا بحل مساله وفي خطوه حصلت غلط او فيها يعني غلطه يعني واضحه كده، فيبقى في واحد بس منكم، ما يبقاش كل الناس تفتح المايك وتتكلم، يبقى في واحد بس هو اللي مسؤول عن ان هو يفتح المايك، باشمهندس في الغلطة الفلانية. برضو لو مثلا الصوت قطع، لو النت قطع، لو في حاجة، فهو هيحاول يكلمني على الواتساب أو يبعت لي يعني برايفت بعيد عن الميتنج بتاعتنا، فهو يبقى في واحد مسؤول. طبعا انتوا هنتفق دلوقتي ان انتوا هتتقسموا سكشنين، فهو في واحد في كل ميعاد من الميعادين، فالكلام ده يبقى اتفقوا مع بعض كده ان فلان ده مثلا واحد منكم شاطر بيركز وهو في السكشن بيبقى يعني صاحي يعني معايا، يبقى هو المسؤول عن حاجه زي كده. تمام، عشان بس ما اقولش حاجه غلط وانا شغال وما اخدش بالي منها، وفي نفس الوقت ما يبقاش كل الناس بتفتح المايك وبتتكلم. طيب ده كده ايه اول تنبيه. طيب تاني تنبيه، هو احنا جوه اونلاين بس ولا في الكليه اونلاين؟ والحقيقه في الغالب الكورس كله اونلاين. موضوع ان هو في الكليه ده اللي هو اون كامبس احتمال، يعني حاليا احنا مش محتاجينه الا في الوقت بتاع الكويز. المسائل بتاعتنا الحقيقه معظمها ما تنفعش ام سي كيو، فاحنا سواء الكويز الميد تيرم الفاينل هيبقى امتحان عادي جدا، مساله وانت بتحلها بخطوات، فبالتالي هيبقى مطالب ان الحاجه دي تبقى جوه الكليه. فغالبا الميعاد اللي هو الاون كامبس ده هنستخدمه فقط لما يكون في عندنا كويز جوه الكليه.
ممكن بقى يبقى مثلا سكشن اشرح مثلا شويه ويبقى الكويز بقيه الوقت، فيعني يبقى نعتبره سكشن يعني جوه الكليه، بس مش هنستخدمه كتير يعني، هو ممكن مره مرتين في الترم. طيب هو نازل لكم في الجدول ونازل بناء على ان كانه هو اسبوع واسبوع، بس هو لا، هو احنا كل شغلنا اونلاين، هو نازل في الجدول لان انا لو جيت مثلا كمان اسبوعين ثلاثه اربعه قلت انا عاوز اعمل كويز جوه الكليه عشان احجز مكان، الموضوع هيبقى صعب، فبالتالي بننزله في الجدول من البدايه وبنقول ان احنا المكان متاح لينا، لما نيجي بقى نشتغل لما نيجي نحتاجه هنستخدمه، لو ما احتاجناهوش خلاص ملوش لازمه يعني، يبقى بس كده كانه المكان محجوز لينا يعني. طيب فيبقى شغلنا كله اونلاين الا في الميعاد بتاع الوقت بتاع الكويز، هو ده اللي احنا ممكن نحتاج فيه ان احنا ننزل الكليه. طبعا هننزل في المواعيد بتاعه النزول يعني، مش هنزلكم يوم الثلاث، انتوا عندكم السكشن اصلا يوم الاثنين، فبالتالي لو انا احتجت ان انتوا تنزلوا الكليه يبقى هنزلكم في الميعاد بتاع يوم الاثنين. طيب ده نمره اثنين، فيبقى كل شغلنا اونلاين ما عدا الوقت الكويز. طيب النقطه الثالثه ان الميعاد الاونلاين ده مفروض ان هو يتقسم ليه مع يعني جزئين، يعني هو جدول الكليه محطوط فيه كده الميعاد ومعمول بالشرطتين دول، فده معناه ان انا المفروض اشتغل مع سكشنين منكو النهارده وسكشنين منكو الاسبوع اللي جاي. طبعا بما ان احنا هيبقى دايما اونلاين فبالتالي احنا المفروض نشتغل السكشنين مع بعض في كل يوم كل اسبوع. طيب هنشتغلهم ازاي؟ هنتقسم على ميعادين، ميعاد منهم اللي هو النهارده اللي هو يوم الثلاث من 4:30، والميعاد الثاني ده هو ده اللي انا هتناقش فيكو، او يعني ده اول حاجه محتاج اتناقش فيه معاكو، اللي هو اول حاجه احنا محتاجين نحددها النهارده. المفروض الناس كلها تحضر اللي هم الاربع سكاشن كلهم يحضروا، ونتفق بقى من الاسبوع اللي جاي الميعادين يبقوا ازاي. طيب اللي واضح لي في الجدول بتاعكو، خليني اجيب الجدول. طيب الواضح عندي في الجدول بتاعكم ان انتوا فاضيين الفتره اللي بعديها، بس هو دي انا مشكله بالنسبه لي، انا مش فاضي الفتره اللي بعديها، فبالتالي دي مش هتنفع يعني، انتوا فاضيين برضو من 6:30 بس انا اللي مش فاضي. فالاوبشنز المتاحه عندي ممكن يبقى بكره يعني يوم الاربع من 4:30 برضو، يبقى في ميعاد النهارده من 4:30 وميعاد تاني بكره من 4:30، ده اوبشن. او الاوبشن التاني ان احنا انتوا عندكم في الفترة اللي قبلية يعني الحصة اللي قبلينا اللي هي كانت 2:30 دي برضو سكشن برضو غالبا بيتبدل، فهل هو فعلا بيتبدل فممكن يبقى في سكشنين منكم يحضروا معايا والسكشنين التانيين يحضروا المادة التانية، ولا هو ما بيتبدلش؟ لسه ما نعرفش يا باشمهندس. مش انتوا قابلتوهم النهاردة؟ لا. ما اشتغلش يعني السكشن النهاردة؟ لا. طيب طيب بالنسبه للمعاد بس يا باشمهندس هو الحل التاني ده احسن يعني، اني واحد لو ينفع اني واحد اللي هو لو بيتبدل يبقى في نفس اليوم في التلات برضو. طيب انا الحلين بالنسبه لي ما عنديش مانع يعني، ان النهارده نشتغل من 2:30 الاول سكشنين منكم، ومن 2 ومن 4:30 اللي هو الميعاد الحالي سكشنين التانيين، انا اوكي موافق. أو إن سكشنين النهاردة وسكشنين بكرة من 4:30 برضو موافق. يعني يوسف بقى المفروض هو يتأكد، يعملوا فوت ما بينكو واعملوا اللي انتوا عاوزينه، في النهاية بالكتير على يوم الخميس تكون مبلغني انتوا اخترتوا أي واحد من التو اوبشنز دول، تمام؟ لو انتوا هتخلوني إن أنا أبدل مع المادة اللي هي القبلية دي اللي هي ECEM 252، لو انتوا فعلا عاوزين ان احنا نبدل معاها لازم تكونوا متاكدين من المعيد اللي موجود او اللي هيكون بيشرح لكم في الماده دي ان هو موافق على حاجه زي كده، لان هو ممكن يكون في دماغه ان هو دايما هياخدكم هيشتغل الاربع سكاشن مع بعض في نفس الوقت، فدي حاجه لازم نتاكد منها الاول، تمام؟
لكن لو الميعاد بتاع بكره كده كده انتوا فاضيين، انتوا بكره فاضيين من 2 من 4:30، فبالتالي مفيش ما يمنع ان احنا نشتغل بكره بدون بقى ما نحتاج نستأذن من اي حد. اوكي، فسواء كده او كده الحلين بالنسبه لي مناسبين، وانا شايف ان اليومين مش فارقين. يعني انتوا النهارده عندكم محاضره وبعد كده 3 سكاشن، بكره برضو عندكم محاضره ومحاضره بتتبدل وبعد كده سكشنين، فيعني اللود مش فارق ان هو نحط السكشن هنا او هنا ايا كان. طيب في حاله التقسيم برضو انا يعني احنا كده كده هنقسم التقسيم، بس انا هقول هنفترض كده مثلا ان انا هقول في الميعاد الاولاني اللي هو مثلا الثلاثة اربعة نص ده يبقى سكشن واحد واثنين مثلا، او واحد وثلاثة مثلا، والميعاد الثاني سكشن اثنين واربعة. هفترض ان انا احنا اتفقنا على كده عشان احنا هنبدل مع المادة الفلانية، فهنمشي كده بالقاعدة دي. بافتراض اي حاجة، واحد مثلا من هنا حصل ظروف او مش مناسبه الميعاد ده، واحد من السكشنين دول، فهيروح يحضر هنا، ما عنديش مشكلة. او العكس، واحد من دول من السكشنين دول مش مناسبه الميعاد ده فهيروح يحضر هنا، ما عنديش مشكلة. الكلام ده بدون استئذان بدون اي حاجة، كده كده احضر في اي ميعاد من الاثنين، انا ما عنديش اي مشكلة فيه، من غير ما تقولي من غير ما تبلغني احضر وخلاص. طيب المشكلة تبقى فين؟ ان انا اجي في ميعاد منهم الاقي مثلا انتوا تقريبا 160 طالب لغاية دلوقتي، اجي الاقي مثلا 140 طالب في ميعاد، ومثلا الميعاد الثاني فيه 20 فيه 10، يعني حبه صغيرين كده. لا، ده اللي انا مش موافق عليه، لان هو اصلا الهدف من احنا نقسمكم على ميعادين ان ما يبقاش فيه ميعاد عدد كبير، فبالتالي يبقى متاح ليكم وقت ان انتوا تسالوا. لو انا بشرح لل 160 كلهم في نفس الوقت، يعني الاسئله بتاعتك هتبقى ليميتد شويه، غير لو انا بشرح ل 80 واحد او 100 مثلا ماكسيمم، فيبقى في الحاله دي عنده فرصه اكتر ان هو يسال، ان انا هيجي الاسئله تقعد تزيد، فتلاقيني خلاص كفايه اسئله كده وابتدي اشرح تاني. فما يحصلش كده، يعني ما يبقاش الناس كلها في ميعاد والميعاد التاني فاضي، يبقى ايه لازمه الميعاد التاني ده؟ تمام، فده بس الحاجه الوحيده اللي احنا بنرفضها. طيب برضو تبع نفس النقطه، هو هيبقى فيه غياب ولا لا، في اتندنس ولا لا؟ انا كده كده هاخد الاتندنس في الميتنج بتاعتنا، سواء السكاشن اللي شغاله اونلاين، واكيد السكشن اللي هيكون جوه الكليه لان هو هيبقى فيه الكويز، فاكيد برضه هيبقى فيه غياب. طيب الغياب ده عليه كام درجه؟ ما نعرفش، يعني هيبقى عليه درجات، هيتحسب بيه حاجه، هيتحدد بيه اي حاجه، هيبقى عليه 5 درجات، هيبقى عليه 10 درجات، كل الكلام ده انا ما اعرفش اي حاجه عنه دلوقتي. انا باخد الاتندنس وبسيبه عندي، لما بنيجي وقت بقى تسليم اعمال السنه بسال بقى دكتور بكرم دكتور محمود، بشوف ايه الوضع بالنسبه لهم، هم شايفين اداره الكليه هتكون طلعت قرار في الوقت ده، اي حاجه ايا كان الكلام اللي هيتقال ساعتها، بس هيبقى الغياب معايا. فيوسف كان سالني هو هيبقى في غياب ولا ما فيش غياب والكلام ده، انا كده كده باخد الغياب، استخدامه بعد كده في ايه انا ما اعرفش الحقيقه، ما اقدرش افيدكم حتى دلوقتي. واي حد هيتكلم، يعني حتى لو سالنا دكتور مكرم دكتور محمود دلوقتي، كلامهم برضو مش هيبقى 100%، لان ممكن الكليه تقول لا هناخد الاتندنس ده، لا مش هنستخدمه، لا هنستخدمه، والحوارات دي. تمام، فبناء عليه انا باخد الاتندنس كل مره، بس ايه يعني هستخدمه في ايه، ده هنحدده في الاخر ان شاء الله. طيب برضو عشان ما انساش، يا ريت يا جماعه في بدايه الميتنج، في البدايه في الستارت، حد يفكرني لو انا ما عملتش ريكورد، يقول لي ابتدي الريكورد يا باشمهندس، انا اللي ابتدي مش حد منكم، علشان لو حد يعني دايما الاورجنايزر بتاع الميتنج هو الافضل، هو اللي يعمل ريكورد، مش اي واحد من الحاضرين، عشان ساعات الريكورد بيحصل فيه مشاكل وبيتقطع لو حد تاني هو اللي بدا الريكورد ده. فبعد اذنكم في بدايه الميتنج حد يفكرني بان انا اعمل ريكورد، وفي النهايه حد يفكرني بان انا انزل الاتندنس بتاعكم، ان انا يعني اداونلود يعني الايه الغياب بتاع الناس الموجوده الحضور بتاعها، يعني عشان ما انساش والميتنج تتقفل وانسى ان انا انزل الغياب بتاعها. فيا ريت برضو حد بس يبقى في البدايه كده يفكرني بكده، وفي النهايه حد برضو تاني هو ايا كان يفكرني بالموضوع ده. تمام، طيب في حاجه بالنسبه للكلام ده مش واضحه لغايه دلوقتي؟ لا
طيب ماشي. برضو الكورس بتاعنا الطبيعي ان اعمال السنه بتاعتنا او الكلاس وورك اللي احنا هنتكلم عنها هي متقسمه ما بين طبعا في الميد ترم ده كلنا عارفينه وعارفين ان هو بيبقى في اسبوع كده في الكليه، والسكشن هيبقى الحاجه بتاعته ثلاث حاجات زي ما قلنا، ممكن الاتندنس هيبقى عليه درجات وفي كويز وفي اساينمنت. طيب الاساينمنت اكيد هتبقى على ال LMS، التسليم بتاعها هيبقى على ال LMS. الكويز يعني بنسبه 99% هيكون جوه الكليه، والاتندنس زي ما اتكلمنا عنه. طيب برضو للاتفاق عشان بقى برضو الموضوع يبقى واضح، محدش يجي بعد كده يقول انا ما كنتش اعرف. دلوقتي لاي حاجه يعني للكويز والاساينمنت انا دايما بتعامل ان انا عندي ثلاث مواعيد، خلينا نقول كانهم مثلا ميعاد هنسميه A وB وC. الميعاد A ده اللي هو الميعاد الطبيعي، انا اقول لك مثلا ان انا انت مطلوب منك تسلم نفترض مثلا اساينمنت 2 كمان اسبوع، لو احنا بنسميه الديو ديت على ال LMS. هنفترض ان هو يوم، هنفترض كده مثلا يوم 1/4. طيب اللي بيسلم في الميعاد ده الورقه بتاعته عادي، الاساينمنت بتاعه بيتصحح عادي من 100% من الدرجه، وفي الغالب بياخدهم الا لو في مسائل كتير ناقصه. طيب اللي اتاخر عن الميعاد ده بنعمل ميعاد جديد بنسميه الكات اوف ديت، هو يعني ده كده موجود في ال LMS نفس الكلمه دي. نفترض ان احنا نقول ان هو بعديها بثلاث ايام مثلا في يوم 4/4. طيب كات اوف ديت هو هيتاخر عن الميعاد الاصلي، في الحاله دي هياخد 80% ماكسيموم من الدرجه. طيب الميعاد سي بقى، الميعاد سي ده الحقيقه احنا دايما بنعمله في اخر الترم، بنيجي في اخر الترم كده ونقول مين ما سلمش اي حاجه، مين ما امتحنش الكويز، مين ما عملش مش عارف ايه، ايا كان بقى ما سلمش ايه او ما عملش ايه بنقبلها، بس بياخد ماكسيموم 50% من الدرجه ماكسيموم، ممكن يبقى اقل من كده كمان. طبعا يعني لو الاساينمنت عليه 10 درجات يبقى ده هنا هيتصحح من 10، هنا هيتصحح من 8، هنا هيتصحح من 5، فده النظام. طيب طبعا الكلام ده اللي هو لو بدون اعذار، يعني انت اتاخرت عن الميعاد اللي محدد بدون عذر. لو في بقى عذر فعليا مقبول سواء مني او من حد من الدكاتره، ففي الحاله دي خلاص هتاخد ال 100% بتاعتك طبيعي، بس بشرط ان هو يكون عذر حقيقي ومقبول من الدكاتره او مني ايا إن كان انت هتقدمه لمين فينا يعني. تمام؟ فيبقى دول الحاجات دي. طبعا الكلام ده ينطبق على الكويز وينطبق على الاساينمنت. الميد تيرم غالبا برضه هيبقى فيه لين معادين A وB، بس مش بنفس الكونسبت ده، لان هو غالبا عشان حكايه الكورونا وان غالبا بيبقى ممكن يبقى فيه حد عيان وما يقدرش ينزل الكليه، فغالبا هيبقى فيه ميعاد تاني للميد تيرم، واعتقد ان ده حصل معاكم الترم الاولاني في بعض المواد، فاكيد هيحصل برضه الترم ده تبع نفس الظروف يعني. طيب ده بالنسبه للدرجات، انا بقول الكلام ده من الاول عشان ما يجيش حد في اخر الترم ويقول لي يا باشمهندس اصل انا ما سلمتش مش عارف ايه، ولما اجي اديله درجه قليله فيقول لي اشمعنى واصل المفروض واصل والكلام ده. تمام؟ طبعا بعد الميعاد سي ده خلاص الدنيا بتقفل، يعني في ناس فعليا يا جماعه عشان بس الكلام واضح، انتوا امتحاناتكم كانت من اسبوعين اللي كانت شغاله دي، في ناس جايه في وقت الامتحانات دي وبتقول لي انا عايز اسلم مثلا اساينمنت 1 بتاع الترم الاولاني، فبقول له هو الترم خلصان من شهرين، انتوا بتمتحنوا دلوقتي، بس هو الترم نفسه الدراسه نفسها خلصانه من يوم 15/1، فلما انت تيجي يوم 15/3 وتقول لي انا عاوز اسلم حاجه ده غير منطقي يعني. فهو برضو الميعاد سي ده مش فور انفينيتي يعني، الميعاد سي ده برضو ميعاد هيتحدد في نهايه الترم. تمام؟ فارجو ان الناس، انا عارف ان الطبيعي ان الناس بتوع اتصالات دول بيبقوا شاطرين، فانا عارف ان التنبيه ده ممكن ما يبقاش ليه لازمه قوي بالنسبه لكم، بس عشان برضو الكلام يبقى واضح من الاول. طيب طيب الكورس بتاعنا الحقيقه هو كورس غريب شويه غير اللي انتم متعودينه في الشغل بتاع الرياضه بتاعتنا. اول حاجه هو علميا يعني او كحاجه تذاكرها، هو الحقيقه اسهل بكتير من كل الكورسات اللي انت درستها معانا قبل كده، من البروبابيلتي، من اللي اسمه ايه ده اللي هو الديفرنشال، من ماث 1 وماث 2 اسهل منهم بمراحل يعني، ممكن يبقى
قريب شويه يعني probability ممكن تبقى اسهل شويه، بس كفكره ككونسبت اللي احنا موجودين فيه ان الكورس بتاعنا عباره عن شابترز، مثلا شابتر 1 شابتر 2 وهكذا، كل شابتر مفيش اي علاقه تربطه بالشابتر اللي قبله او اللي بعده. شابتر 1 اللي دكتور مكرم بيشرحه ده بيشرح حاجه اسمها سبيشال فانكشنز اللي هي جاما وبعديها بيتا، وانس ان هو هيخلصها هتلاقي جاما وبيتا دي ما بتظهرش في اي حاجه تاني بعد كده، مش ما بتظهرش ان انت معتمد على مذاكرتك، يعني لو ظهرت بحاجه عبيطه كده صغيره يعني ابسط من ان هي فكره ان انا لازم اكون مذاكر شابتر 1 كله عشان افهمها. تمام، نفس الحكايه شابتر 2 و 3 و 4 وهكذا. طبعا دي ميزه ان انت ممكن تذاكر شابتر 2 لوحده وتحل المسائل بتاعته السهله والصعبه من غير ما تكون محتاج تذاكر شابتر 1 اصلا، ده دي احد المميزات ان حاجات منفصله عن بعضها، طبعا ده مع باقي الشابترز بتاعتنا. واحد العيوب طبعا ان انت ايه، انت الشابتر بيبتدي وينتهي في وقت قليل، فانت محتاج تلمه في الوقت ده لان هو بعد كده مش هيتقال تاني في السكشن ولا هيتقال تاني في المحاضره، فيعني ممكن حد يشوفها ميزه او عيب على حسب يعني رايه او تصوره الموضوع، بس هو انا شايفها ان فكره ان هم منفصلين دي حاجه كويسه. النقطه الثانيه او النقطه الثالثه ان الكورس فيه مشكله الحقيقه، ان الكورس ده في الطبيعي بيحتاج على الاقل محاضرتين في الاسبوع على الاقل، يعني كان بيتشرح في اللائحه القديمه محاضره في الاسبوع على مدار السنه مش على مدار الترم، يعني دكتور مكرم الجزء بتاعه بس كان بيتشرح على مدار السنه كلها محاضره، انتوا عاوزين محاضره واحده في ترم واحد يتشرح لكم نفس الحاجه، طبعا ده هيخلي حاجات تضغط وحاجات تتلغي وحاجات كده، دي هتبقى تتحدد يعني طبعا بالاتفاق ما بين دكتور مكرم ودكتور محمود، فده هيقلل شويه من النقط اللي كان مفروض تاخدوها في الكورس ده، مش هنقدر ناخده كامل، ويبقى في اجزاء الدكتور بيقول لكم اقروها لوحدكم، كونك انت تقراها لوحدك دي سواء معناها ان هي داخله في الامتحان او مش معناها ان هي داخله في الامتحان، بس هو انت ممكن تكون هتحتاجها بعد كده في دراستك عموما في كوميونيكيشن. طيب طيب دي يعني برضو كده ايه ملخص شكل الشابتر بتاعنا بيبتدي ازاي. اخر حاجه او اخر نقطه ودي اللي انا دايما بقولها، هو الشابتر بتاعنا ما فيهوش اي رياضه جديده، كل الحاجه اللي عندنا ابلكيشنز على حاجات انت اخذتها في رياضه قبل كده، يعني زي مثلا الجاما زي ما هنتكلم النهارده هي ما هي الا احنا بنطبق على الانتجريشن باي substitution. فالانتجريشن باي substitution ده احنا اخدناه قبل كده في math 1 وفي math واستخدمناه في math 2 واستخدمناه في مواد تانية اصلا. مش مهندس الصوت عندك راح. الصوت راح من بدري. من دقيقة بالظبط. معلش أنا مش متابع الشات. في حد قال ينفع احضر في اي وقت ولا لازم مع سكشني؟ انا قلت ما عنديش مشكله انت تحضر في اي ميعاد من الاثنين، بس التغيير يبقى بالمنطق، ما يبقاش السكشن كله يروح يحضر هناك، يبقى في ميعاد فيه الطلبه كلها وميعاد فيه 10 مثلا منه. طيب مصطفى شريف في واحد مش عارف يدخل اللينك، مش عارف يدخل الميتنج لسه، مش عارف. لا انا دخلت خلاص يا باشمهندس. طيب خلاص تمام، بس هو انا كان عندي سؤال معلش. اتفضل. هو انا دلوقتي في الكمبيوتر وهحول ان شاء الله يعني. ماشي. طب يعني كده انا اخد الاتندنس بتاعي دلوقتي ولا كده كده؟ مدام انت اسمك في يعني انت دخلت الميتنج، انا لما هداونلود الاتندنس هيبان لي ان في فلان والاي دي بتاعك او الكود بتاعك مكتوب،
بس انا كده كده مش هرصد دلوقتي اي غياب. الغياب هرصده في الكشوفات النهائيه اللي هي بتنزل في الاخر خالص بعد ال بعد الاد والدروب والويزدرو اللي هو الويزدرو اللي هو السحب ان انت تسحب الماده والحاجات دي. ففي في كل ده هيحصل الاخر. نعم كل ده هيحصل بعد نتيجه التحويل يعني ان شاء الله كل... ماشي ماشي انا مش فارق معايا، انا كده كده بنزل الغياب وبسيبه عندي كده برصده في الاخر خالص. اهم حاجه انت بتحضر عشان تسمع الحاجات عشان تسمع ماشي. يعني الشرح وكده، وان انت معانا لو طلبنا كويز لو طلبنا اساينمنت ان انت تكون معانا لما تيجي تسلم الاساينمنت. لو ما كانش لسه ظهر لك الصفحه بتاعت الماده على على ال ام اس بلغني ابعت لي، وانا ممكن استلمه منك كده برايفت من غير يعني استلمه منك على الشات مثلا ولا حاجه من غير الايه ال ام اس، بس ابعت لي ساعتها يعني. طب واحضر في اي ميعاد؟ احضر في اي ميعاد اصلا كده كده ما فيش فارق معايا انت تحضر في اي ميعاد من الاثنين، بس اسال الادفايزر بتاعك انت لو اتقبل التحويل بتاعك الطبيعي هتنزل في اي سكشن. كده كده السكشن كلها معايا فانا مش فارق معايا انت تحضر في اي ميعاد منهم. لا يعني قصدي قبل ما التحويل يحصل احضر في اي ميعاد؟ احضر في اي ميعاد. تمام خلاص شكرا يا باشمهندس. لا طيب برضو عشان ما انساش التواصل ما بيني وبينكو على الشات بتاعت التيمز. في حد عنده أي سؤال بأي حاجة التيمز فيها تشات كده فيها محادثات زي الواتساب بالظبط، على التشات دي ابعت لي الرسالة بتاعتك أيا كان أنت بتسأل على إيه وأنا هرد عليك يعني في أقرب وقت ممكن. طيب اللي مش عارف في الـ في الجروب بتاعتنا بتاعت الماده، لو انت دخلت في الجروب نفسها في الممبرز لو بصيت على مين الممبرز بتاعت الماده اللي موجودين هتلاقي فيه اتنين اونر او ثلاثه اونرز بقى اللي هم انا ودكتور مكرم ودكتور محمود. فانت هتلاقينا في الممبرز هتلاقي الايميل بتاعي والايميل بتاع دكتور مكرم والايميل بتاع دكتور محمود لو انت عايز تبعت لاي حد منهم يعني سؤال مننا يعني سؤال او كده ممكن عن طريق الايميل، بس انا افضل ان انت باستخدام الايميل ده تدور عليا على الشات بتاعت التيمز وتبعت لي شات يعني يبقى كانها زي الواتساب او كده عشان يبقى الرد سهل بالنسبه لي برضو. فده كده ايه التواصل ما بيننا. طيب في اي سؤال تاني؟ اوكي طيب احنا هنتكلم عن جاما فانكشن. طبعا الشرح اتقال في المحاضره انا هقول بس كده بسرعه ونبتدي الشغل بتاعنا. جاما فانكشن هي سبيشال فانكشن بتحل انتجريشن لصور معينه وانتجريشن فروم 0 تو انفينيتي تي باور اكس ماينس 1 اي باور نيجاتيف تي دي تي، وفي شرط مهم ان الاكس لازم تكون جريتر ذان الزيرو. بعد كده هتلاقي في حاجه في شويه بروبرتيز للجاما هنتكلم عنهم بالتفصيل بس انا هكتبهم بس الاول كده، ان جاما 1 بتساوي جاما 2 بتساوي 1 جاما هاف بتساوي روت باي. بعد كده البروبرتي جاما اكس بلس 1 بتساوي اكس جاما اكس في جاما ان بلس 1 بتساوي فاكتوريال ان في جاما اكس في بروبرتيز ثانيه بس خلينا في المهم بالنسبه لنا دلوقتي عشان نعرف نحل. طيب الانتجريشن بتاعنا اللي هو الانتجريشن بتاع جاما اكس هو الفكره كلها عباره عن ايه؟ لو احنا بصينا ده شكل الانتجريشن كده من 0 لانفينيتي تي باور اكس ماينس 1 اي باور نيجاتيف تي دي تي. طيب ده الانتجريشن اللي لو انا وصلت للصوره دي اقدر اشيله واحط بداله جاما اكس. ده معناه ايه؟ معناه ان انا مثلا لو عندي اي مساله باي شكل ايا كان الشكل عامل ازاي محتاج اعمل حاجات او شويه خطوات عشان اوصل شكل الانتجريشن اللي هنا ايا كان شكله للانتجريشن بالصوره دي. ايه بقى الصوره دي؟ اول حاجه لازم تظهر رقم واحد e power negative t، يبقى ده أول حاجة مفروض تظهر. طيب تاني حاجة لازم الليميتس تبقى من 0 لإنفينيتي، يبقى ده تاني حاجة بدور عليها أو بتأكد منها. طيب تالت حاجة بقى، تالت حاجة بيظهر لي هنا t power رقم،
نفترض مثلا تي باور 5. فبعمل ايه بقى؟ هي دي الخطوة الثالثة، ان انا بشوف التي باور 5 دي اقارن ما بين الخمسة اللي هنا دي وما بين القانون بتاع الجاما اللي انا مفروض حفظه. المقارنة ما بين ده وده يقول ان الاكس ناقص واحد مفروض تساوي 5، فده معناه ان الاكس بتساوي 6. عرفت الاكس يبقى اقدر اشيل التكامل ده كله واقول ان ده بيساوي جاما اكس اللي هي طلعت بستة، فيبقى جاما 6. ومن البروبرتيز بتاعتنا نقدر نقول ان جاما 6 دي بتساوي فاكتوريال 5، فانا عرفت الفاليو بتاع الانتجريشن بدون ما اعمل الانتجريشن نفسه، انا بس ظبطت شكله على شكل انا حافظه، وبعد كده قارنت الباور بتاعت التي في الصورة بتاعت المسألة على مع الباور بتاعت التي في الصورة بتاعت القانون، عرفت منها الاكس بكام، وبالتالي قدرت احدد الانتجريشن ده بيساوي جاما كام، وبالتالي قدرت احدد الفاليو بتاع الانتجريشن بتاعي. طيب ازاي هنقدر اي انتجريشن نحوله للصورة دي؟ عن طريق substitution، تكامل بالتعويض، مجرد ان انا اعمل تعويض اضبط بيه شكل الانتجريشن بتاعه. طيب تعالوا نبص مع بعض على كم مسألة كده او كم فكرة سهلين. الاول اول مسألة integration from 0 to infinity x power 6 مثلا e power negative 3 x power 4 dx. طيب ده الانتجريشن بتاعي وهو بيقول لي evaluate in terms of gamma او evaluate وثيكت. طيب انا دلوقتي عاوز احل المسألة في دماغي ان انا احلها باستخدام الجاما فانكشن. طيب ازاي اجي ايه الفكرة؟ دايما بيكون الكي المفتاح بتاع الحل ان اول حاجة اروح ادور عليها هو الترم ده، هو ده اول حاجة انا محتاج اظبطها اللي هو الاي بار نيجاتيف تي. لو ظبطت ده اروح اتاكد هل الليميتس كمان اتظبطت ولا لا. الاثنين اتظبطوا خلاص المسألة اتحلت. تعال نبص كده مع بعض. هنا انا اول حاجة عاوز اي بار نيجاتيف تي تظهر، واضح ان انا عندي الاي باور نيجاتيف كذا، يبقى كذا ده اللي هو 3x باور 4 هو ده اللي بيساوي التي. طيب ده يبقى ده السبستيوشن اللي انا هستخدمه. قبل ما اكمل اجي كده واجيب الليميتس الجديده. خلي بالك الليميتس اللي هي اللي هنا 0 انفينيتي دي هي الفاليوز بتاعت الاكس، لكن انت لما كمان شويه هتكتب الانتجريشن هتقول لي انتجريشن كذا 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 دي تي، فانت مفروض تحط هنا الفاليوز بتاعه التي. فيبقى اول حاجه اروح اعملها اشوف لما الاكس بزيرو او الاكس بانفينيتي التي هتبقى بكام. اعمل الحكايه دي ازاي؟ عن طريق substitution اللي احنا فرضناه ان هو التي بتساوي 3x باور 4، فبالتالي لو الاكس بانفينيتي هتديني ان التي برضو بانفينيتي، ولو الاكس بزيرو هتديني ان التي برضو بزيرو. يبقى الليميتس الجديده من زيرو لانفينيتي زي الليميتس اللي انا عاوزها في القانون بتاعي. يبقى الاي بار نيجاتيف تي اتظبطت، الليميتس كمان بتاعتي اتظبطت، يبقى اكيد الانتجريشن بتاعي ده كده صح او الشغل بتاعي ده كده صح. فنكمل بقى ايه السبستيوشن. طيب دايما في السبستيوشن انا بفضل ان انت لما بتفرض التي فانكشن في الاكس يكون اول خطوه تعملها بعد كده ان انت تخلي الاكس هي اللي فانكشن في التي. طبعا واضح من هنا ان الاكس باور 4 هتساوي تي على 3، فده معناه ان الاكس بتساوي اللي هو 1 على 3 ده باور ربع في تي باور ربع. طب ليه ده حاجه كويسه او دي ميزه او حاجه انا بدور عليها دايما؟ عشان مباشره بعديها تقدر تقول لي ان الدي اكس بتساوي، فتلاقي على طول الاكس فانكشن في التي، فتقدر تجيب الدي اكس على طول فانكشن في الدي تي بالشكل ده. خلاص بقى عندي الاكس فانكشن في التي وعندي الدي اكس فانكشن في التي وعندي الليميتس الجديده بتاعت التي، نبتدي نكتب الانتجريشن الجديد. هو هيبقى من 0 لانفينيتي، كان في هنا اكس باور 6، فيبقى الاكس اللي موجوده عندي دي اللي هي 1 اوفر 3 باور 1 اوفر 4 تي باور 1 اوفر 4 اول باور 6 اي باور نيجاتيف تي، لان هي e power negative 3 x power 4 وانا شلت 3 x power 4 سميتها t. وبعد كده ال dx
اللي هي برضو 1 over 3 power 1 over 4 في 1 over 4 في t power negative 3 over 4 dt. طيب وصلنا للشكل ده نقدر نقول ان التكامل ده بيساوي نبتدي بقى نسيمبليفاي. طبعا الكونستنتس نقدر نطلعهم كلهم بره، هنا في 1 over 3 power 4 power 1 over 4 power 6 فتبقى 1 over 3 power 6 over 4، وهنا في 1 over 4 كمان فتبقى 7 over 4 وفي 1 over 4 لوحدها. كده طلعت الكونستنتس كلهم بره. بعد كده عندي ال e power negative t dt برضو سهلين. طيب عندي t power كام بقى؟ هنا power 6 over 4 وهنا power negative 3 over 4، لما اجمعهم على بعض هيديني 3 over 4. بقى ده شكل الانتجريشن بتاعي. طيب لو اخدنا بالنا الانتجريشن الجديد ده ايه بقى، ايه اللي حصل فيه؟ نمرة واحد ال e power negative t موجودة، نمرة اتنين الليميتس موجودة يبقى مظبوطة، يبقى في الحالة دي اجي لل t اخد الباور بتاعته وسويها بالباور اللي في القانون اللي هي x ناقص واحد، يبقى من هنا ال x بتساوي تبقى 7 over 4. يبقى من هنا نقدر نقول ان الانتجريشن ده هو جاما x اللي هي 7 over 4. وطبعا الكونستنت اللي بره زي ما هو نقدر بقى نحسبه بالكالكليتور، نسيبه زي ما هو مش فارق معايا، المهم ان انا طلعت الانتجريشن بيساوي كذا في جاما 7 over 4. تمام. طيب في حد عنده سؤال لغاية هنا؟ طيب تعالوا نبص على مسألة تانية. integration من 0 ل 1 x power 4 ln power 6 x dx. طيب برضو هنا انا عاوز احل الانتجريشن ده باستخدام الجاما، فانا عاوز اول حاجة تظهر عندي e power negative t. طيب اظهرها ازاي؟ ممكن تتفهم من ناحيتين، خلينا نبص كده على ناحية منهم، هي ان اللان اللي موجودة دي احنا عارفين ان اللان، لو انا قلت كده ان لان x بتساوي t فده معناه ان ال x بتساوي e power t، وبرضو ده معناه ان انا لما اجي اجيب ال dx هتبقى e power t dt. اللي انا عملته هنا هو هدفه ان يظهر exponential. ال exponential هيظهر لو انا قلت ان ال x بتساوي كذا فال x اللي جوه دي هتساوي e power كذا، فيظهر ال exponential هنا لان انا هعوض عن ال x وهعوض عن الدي اكس فالاكسبوننشال بتاعي هيظهر. ممكن واحد يقول طب ليه يا باشمهندس خليت لان اكس بتساوي تي، طب ما تخليها بتساوي نيجاتيف تي عشان يبقى الاكس هي اي باور نيجاتيف تي على طول، فتظهر الاي باور نيجاتيف تي اللي انا عاوزها، وبرده يبقى الدي اكس بتاعتنا هتبقى نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي. ما بس كتبتها تي كده في الاول عشان نستوعب ان لو لان اكس بتساوي حاجه يبقى الاكس هي اي باور الحاجه دي، وبعد كده اخدنا بالنا ان احنا عاوزينها e power negative t، فيبقى انا من البدايه هسمي negative t بتساوي ln x. طيب قبل ما اكمل او قبل حتى ما كنت اعمل الخطوتين اللي تحت دول كان مفروض ارجع اتاكد من الحاجه اللي احنا قلناها في المره الاولانيه، الليميتس الجديده شكلها عامل ازاي. اللي بيحدد السبستيوشن اللي انت اخترته صح او غلط هو الليميتس بتاعه التكامل الجديد، هل هي نفس الليميتس اللي انت عاوزها في القانون ولا لا. طيب تعالى كده نتأكد، احنا عندنا نيجاتيف تي بتساوي لان اكس، لو الاكس ب1 هتديني لان 1 بزيرو فتبقى التي بزيرو. طب لو الاكس بزيرو، طبعا انا اخدت الليميتس بتاعت التكامل الاصلي اللي هي 0 1، لان 0 بناقص ما لا نهايه او نيجاتيف انفينيتي، يبقى نيجاتيف تي بتساوي نيجاتيف انفينيتي، يبقى التي بتساوي انفينيتي. يبقى الليمتس الجديدة اللي ظهرت عندي من ما لا نهاية لزيرو. طيب هل كده التعويض اللي احنا استخدمناه صح ولا غلط؟ يعني هل كده الليمتس طالعة مظبوطة ولا فيها مشكلة؟
حد يرد مظبوطة بس في نيجاتيف. تمام الليمتس كفاليوز طلع صح، الصفر وما لا نهاية طالعين صفر وما لا نهاية، بس المشكلة ان ترتيبهم متشقلب، المفروض كده الصفر يبقى تحت وما لا نهاية فوق. طبعا ده ما يفرقش معانا حاجة، ان احنا عارفين ان التكامل المحدد لو هو من A ل B هو هو ناقص التكامل من B ل A، فبالتالي مش فارق معايا حاجة هو من A ل B ولا من B ل A، المهم ان الفاليو الصح ان الصفر وما لا نهاية موجودين، بعد كده بقى اشقلبهم براحتي. طيب ننزل بقى كده خلاص، التعويض بتاعي صح، عرفت منين ان الليمت طلعت صح؟ جبت الاكس فانكشن في التي، جبت الدي اكس فانكشن في الدي تي، ابتدي سبستيوشن بتاعي، يبقى الانتجريشن بيساوي تكامل. اول حاجه التكامل كان من صفر لواحد، هيبقى بداله من ما لا نهايه لصفر، وبعد كده كان تكامل اكس باور 4 بدل الاكس هتبقى اي باور نيجاتيف تي باور 4، وبعد كده لان اكس باور 6 او لان باور 6 اكس، فاللان اكس لوحدها هي نيجاتيف تي وهنا باور 6، وبعد كده دي اكس هي نيجاتيف اي باور نيجاتيف تي دي تي. ده كده شكل التكامل بعد ما عوضت عن الاكس بتي. نبتدي بقى نسمبليفاي. اول حاجه الليمتس من ما لا نهايه لصفر انا هخليها ناقص من صفر لما لا نهايه، عندي هنا نيجاتيف تي باور 6 تبقى t power 6، وبعد كده ال dt، وبعد كده ال e power negative t. اول حاجة هنا في negative فيطلع كمان بره، يتضرب في negative اللي بره فتبقى positive. ال e بقى هنا power ناقص 4 t، هنا power ناقص t، يبقى المجموع power ناقص 5 t dt. ده شكل الانتجريشن بتاعي بعد التعويض. طيب السؤال، هل الشكل ده هو الشكل بتاع الجاما؟ لا. ليه؟ الاي ظهرت بس الباور بتاعها انا عاوزه باور نيجاتيف تي، هو هنا باور نيجاتيف 5 تي. طب نعمل ايه؟ دي نفس الفكره بتاعت المساله اللي فاتت، هعمل سبستيوشن بسيط قوي، لت مثلا يو بتساوي 5 تي، فيبقى التي بتساوي يو على 5، ويبقى الدي تي بتساوي 1 على 5 ديو، ويبقى الانتجريشن هيساوي من زيرو لما لا نهايه. ليه من زيرو لما لا نهايه؟ لان الريليشن ما بين اليو والتي لينير، فلما التي بزيرو اليو برضو بزيرو، لما التي بانفينيتي برضو اليو بانفينيتي. بعد كده تي باور 6 فتبقى يو على 5 باور 6، اي باور نيجاتيف 5 تي اللي هي اي باور نيجاتيف يو، والدي تي اللي هي 1 اوفر 5 ديو. نبتدي بقى نجمع الأرقام كلها لوحدها بره، اللي هي 1 على 5 باور 6 وباور 1 تبقى باور 7، تكامل من صفر لما لا نهاية يو باور 6 اي باور نيجاتيف يو دي يو. طيب لو أخدنا بالنا التكامل ده هو الشكل بتاع الجاما بالظبط، اي باور نيجاتيف يو دي يو ويو باور كذا، فاخد كذا ده واسميه اكس ماينس 1، فالاكس تطلع بتساوي 7، يبقى التكامل ده بيساوي جاما 7، وهنا الكونستنت اللي بره زي ما هو. طبعا ما يفرقش حاجه بالنسبه لي، يعني احنا متعودين ان الجاما هي تي باور كذا اي باور نيجاتيف تي دي تي، لو بدل الدي تي دي خليتها دي يو يبقى هنا هيبقى يو وهنا هيبقى يو، لو خليتها دي زد يبقى هنا هيبقى زد وهنا هيبقى زد، مش فرق يعني الفاريبل مش هيفرق حاجه في value بتاع الانتجريشن، لأنها في النهاية هطلع جاما اكس بتاعتي. طيب ده الحل بتاع المسألة بتاعتنا. طيب هل في سؤال لغاية هنا؟ هل في حد عنده سؤال في المسألتين اللي احنا حليناهم قبل ما نحل حاجات أصعب شوية؟ مش مهندس. ايوه هي جاما 7 دي هتبقى فاكتوريال 6، هنحسبها دلوقتي يعني هتبقى فاكتوريال 6، هنحسبها دلوقتي هنطبق البروبرتيز، بس خلينا نقول الافكار الصعبه الاول بتاعه الانتجريشن لان الحسابات هتبقى بعد كده سهله. ماشي تمام. بس مهندس هو في علامه ماينس شرط ماينس في اللي هو لما حضرتك
فوق خالص اللي هي قبل نيجاتيف 5 تي. الصوره باينه قصادك دلوقتي في انهي سطر؟ تاني سطر يعني. اه هو تاني سطر. وحضرتك ليه قلبتها بوزيتيف بره؟ انا ما قلبتهاش بوزيتيف، احنا عملنا حاجتين، النيجاتيف ده طلع بره و ظبطنا الليميتس بتاعه التكامل فضربنا في نيجاتيف تاني، فالنيجاتيف في نيجاتيف بقت بوزيتيف. فين المشكله؟ اه اوكي. هو انا نيجاتيف في الباور 6 ده، سوري معلش، النيجاتيف الثالثه باور 6 فهتروح. اه اوكي تمام شكرا. تمام. بس هو في سؤال معلش اتفضل. هو لو الفورمولا بتاعت الجاما فانكشن جات لي زي ما هي عادي بس من غير التي، يعني التي مش موجوده، ممكن اعتبرها كانها موجوده عادي ياخد الاكس ب1؟ ايوه. يعني لو زميلكم بيسال، لو فرضنا ان انا طلع لي الشكل ده انتجريشن من 0 لانفينيتي اي باور نيجاتيف تي دي تي، طبعا الانتجريشن ده اصلا انت تعرف تحله من غير جاما، انت تعرف تحله من اعدادي من ثانوي اصلا يعني، ماشي. بس طب انا دلوقتي جاما ومش عارف ايه، عادي يعني هنعتبرها كانها تي باور 0، ويبقى في الحاله دي اكس ناقص 1 بتساوي 0، فالاكس بتساوي 1 فتبقى جاما 1. فما فيش ما فيش حاجه تمنع ان احنا نعمل كده يعني. تمام. طيب تعالوا نحل انتجريشن ده نمبر 4، اكزامبل 4. انتجريشن من 0 لانفينيتي x باور 3 e باور 1 ماينس x سكويرد dx. تعال نبص على الشكل ده. طيب اول حاجه تيجي في دماغنا، احنا عاوزين نعمل نخلي الشكل ده جاما، يبقى انا عاوز اول حاجه تظهر عندي e باور نيجاتيف t، فيبقى التعويض بتاعي ان ال1 ماينس x سكويرد بتساوي نيجاتيف t، يبقى ده اول خطوه عندي. طيب وبعد كده نبتدي نكمل. الحقيقه احنا قلنا لا، الاول قبل ما نكمل نتاكد الليميتس هتتظبط ولا لا. فيبقى من هنا كده التي بتساوي اكس سكويرد ناقص 1، ضربت في السالب في الناحيتين. نشوف بقى، وانا لو دخلت الاكس هنا بزيرو او الاكس هنا بانفينيتي، لو الاكس بانفينيتي التي هتساوي انفينيتي، سهله ما فيهاش مشكله. بس لو الاكس بزيرو التي هتساوي ناقص 1. الليمتس الجديده اللي طلعت عندي بدل ما هي من صفر لما لا نهايه بقت من ناقص 1 لما لا نهايه. في الحاله دي ده معناه ان السبستيوشن اللي انا اخترته غلط. محدش يروح يفكر ان الليمتس الجديده دي بقى احاول اظبط فيها ازاي، لا، السبستيوشن انت تختاره المفروض من البدايه يظبط الليمتس، يظبطها مع تغيير بسيط زي ما حصل مثلا في المساله اللي فاتت دي لما احنا بدلناهم بس مكان بعض. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ لو انت بصيت على الانتجريشن الاصلي اللي هو التكامل من صفر لما لا نهايه x باور 3 e باور 1 ماينس x سكويرد dx، الاي دي باور 1 ماينس x سكويرد، لما يبقى فيه باور بتاعت الاي حاجتين مجموعين او مطروحين من بعض، ده اصلا معناه ان هي كانت e باور 1 في e باور ناقص x سكويرد وبعد كده اتجمعوا على بعض. طيب مش الاي باور 1 دي عباره عن ثابت؟ احنا نقدر نطلع الثابت ده بره التكامل خالص، ملوش لازمه، ويفضل تكامل x باور 3 e باور نيجاتيف x سكويرد dx، ونحل المساله دلوقتي. دلوقتي لو انت رحت عملت التعويض t بتساوي x سكويرد، هتلاقي ان الليميتس بتاعتك لما x بزيرو او بما لا نهايه التي برضو هتبقى من زيرو لما لا نهاية، وتقدر تكمل بقى حل المسألة بتاعتك بسهولة بدون أي مشاكل. فيبقى في الحالة دي استخدامك للسبستيتيوشن بناء بيتحدد إن هو هيظبط الليميتس ولا لأ. ليه؟ لأن هو لو ما ظبطش الليميتس معناها إن السبستيتيوشن غلط، سواء بقى هو غلط فعلا أو أنت محتاج تسمبليفاي حاجة جوه المسألة زي ما إحنا عملنا كده. اي واحد يقول لي خلاص يا باشمهندس انا دايما لما هلاقي اي باور حاجه زائد حاجه هاخد افصلهم عن بعض واطلع الاي باور كذا كونستنت ده اطلعه بره. الحقيقه كلامك مش صح 100%. تعال نبص كده على مساله ثانيه. لو انا قلت لك نفس الانتجريشن بالظبط x باور 3
e power 1 minus x squared dx، بس انا اديت لك الليميتس كده من 1 لانفينيتي. في الحاله دي لما انت هتيجي لو انت عملت اللي هو القاعده او الفكره اللي هو ايه، خلاص هطلع e power 1 بره ويفضل التكامل من 1 لما لا نهايه x power 3 e power negative x squared dx، لو جيت هنا قلت ان t بتساوي x squared هتلاقي الليميتس برضه مش هتتظبط. هو الحقيقه لا، مش صح ان احنا نطلع الاي هنا، ده هي الاي الاي باور 1 دي وجودها مهم عشان يظبط الليميتس الجديده. فيبقى الصح هنا ان انا هقول ان النيجاتيف تي هي 1 ناقص اكس سكويرد، فده معناه ان التي بتساوي اكس سكويرد ناقص 1. ده بقى معناه ان لما الاكس بما لا نهايه التي بما لا نهايه، ولما الاكس بزيرو سوري بواحد لان دي بدايه الانتجريشن اهو من واحد، هتلاقي ان التي بزيرو. فيبقى الليميتس بتاعه التي طلعت صح دلوقتي بالسبستيوشن ده، مع ان في المساله اللي فاتت كان نفس السبستيوشن والليميتس طلعت غلط. فهي بتفرق على حسب المساله بتاعتي شكلها عامل ازاي، الليميتس بتاعتي شكلها عامل ازاي، ده اللي بيحدد السبستيوشن هيشتغل ازاي او اني واحد فيهم هو اللي صح. مفيش قاعده ثابته، انت اللي بيحدد لك ان السبستيوشن صح هو ان هو لما يتعامل الليميتس الجديده طلعت تطلع شبه القانون. لو طلعت فيها مشكله يبقى في الحاله دي في غلطه موجوده في السبستيوشن اللي انت استخدمته، او كان المفروض تبسط المساله شويه الاول قبل ما تستخدم السبستيوشن بتاعك. طيب تعالى على المساله الثانيه او الصوره الثانيه من المساله، تعالى نكمل بقى الشغل بتاعنا. احنا قلنا التي بتساوي اكس سكويرد ناقص 1، من هنا تبقى الاكس هي t زائد 1 باور نص، فيبقى الدي اكس هي اوف t بلس 1 باور نيجاتيف هاف دي تي. طيب نعوض بقى في المساله بتاعتنا التكامل من 1 لما لا نهايه، فهيبقى الانتجريشن بيساوي بدل من 1 لما لا نهايه بقت من 0 لما لا نهايه، لان دي الليميتس الجديده بتاعت t زي ما قلنا هنا كده. وبعد كده x باور 3 تبقى t زائد 1 باور نص، دي اللي هي الاكس باور 3. e باور 1 ناقص x سكويرد هو ده اللي احنا سميناه نيجاتيف t، والدي اكس اللي هي هاف t زائد 1 باور ناقص نص دي تي. نبتدي نسمبليفاي، النص ده طبعا هيطلع بره، الانتجريشن من 0 لما نهايه الـ e power negative t والدي تي ما فهمش مشكلة. هنا t زائد 1 power 3 على 2 ناقص نص، تبقى 2 على 2 يعني power 1. بقى ده شكل التكامل. طيب هل ده كده الشكل بتاع الجاما؟ هو الحقيقة هو الشكل بتاع الجاما، بس محتاج نعمل حاجة صغيرة، لأن أنت لو قلت إن ده شكل الجاما تيجي تقول لي هو t power كام؟ عشان أنت عاوز الباور عشان تحدد الإكس. فهو هنا في t power 1، وفي الواحد ده اللي هو زي ما زميلكم قال من شويه هي تي باور 0، فانا هاخد اني واحده منهم؟ الحقيقه هناخد الاثنين، هنقسم التكامل لجزئين كاننا هنفك البراكت. فهيبقى عندي مره تكامل من صفر لما لا نهايه تي في اي باور نيجاتيف تي دي تي، زائد تكامل برضه من صفر لما لا نهايه تي باور 0 اي باور نيجاتيف تي دي تي. في التكامل الاولاني الاكس ناقص 1 بتساوي 1، فالاكس يبقى الاكس بتساوي 2، يبقى ده كده جاما 2. وفي التكامل الثاني الاكس ناقص 1 بتساوي 0، فيبقى الاكس ب 1، يبقى ده جاما 1. فيتقسم التكامل جزئين، كل جزء منهم بيطلع ده جاما 2 ده جاما 1، ونحسب كل واحده منهم ونجمعهم في الاخر هيطلع الكلام ده بيساوي 1. فده سهل جدا. الفكره اللي انا كنت عاوز اوصلها ان احنا لازم نتشيك على موضوع الليميتس بعد السبستيوشن على طول، لان ممكن السبستيوشن خلي بالك هي نفس المساله دي، هي بالظبط المساله دي، الفرق الوحيد هو الليمت هنا كان 0 وهنا كان 1. الفرق في الليمت ده خلى السبستيوشن اللي ينفع في المساله دي هو صورته كده ان التي بتساوي اكس سكويرد ناقص 1، في حين السبستيوشن اللي ينفع هنا هو ان التي تساوي اكس سكويرد. فالموضوع بيفرق، معتمد على ان السبستيوشن مش مجرد يظبط الاي باور نيجاتيف تي ويظبط الليميتس كمان معاك. طيب هل في سؤال او في اي مشكله لغايه هنا؟ باشمهندس اتفضل.
هو لو كان بدل الـ T دوت constant power X التكامل يتحل ازاي؟ المسألة اللي موجودة في الشيت تقريبا مسألة بالشكل ده 3 power negative X squared DX من 0 ل infinity. برضو دي هتتحل بالجاما ازاي؟ مجرد ان انا هشيل دي كلها على بعضها، هشيل exponential كله واسميه exponential E power negative T. يعني احنا هنعمل كده let 3 power negative x squared بتساوي e power negative t ونبتدي نشتغل. طبعا substitution كده شكله صعب، فانا هحاول ابسطه شوية. ناخد لين الطرفين، يبقى negative x squared لين 3 بتساوي negative t، او يبقى t بتساوي x squared لين 3، وهو ده substitution اللي انت هتشتغل عليه وتكمل عليه والمسألة هتكمل. هتلاقوا مسألة زي كده في الشيت لما ينزل لكم الشيت. تمام؟ تمام يا باشمهندس. طيب ها في سؤال تاني؟ يا باشمهندس سؤال بس اسمع. اتفضل. السؤال اللي فات ما كان فيه لو تي بلس 1. طب لو تي بلس 1 ديت كانت سكويرد كنت راح اعمل لا مش هحتاج سبستيوشن، السكويرد بيتفك. يعني لو البراكت ده يعني لو بدل اكس باور 3 دي كانت اكس باور 5، كنت هتلاقي اللي هيطلع هنا بعد ما تجمع t plus 1 power 2، فالبراكت ده هيتفك t تربيع زائد 2 t زائد 1. ده تكامل لوحده، ده تكامل لوحده، ده تكامل لوحده، ده هيطلع جاما 3 وجاما 2 وجاما 1. طب تمام. المشكله يعني عشان الكلام يبقى صح، مشكلتك لو الباور ده ما بيتفكش، صح كده؟ يعني لو باور 3 على 2 مثلا، لو باور 5 على 4 اللي هو ما نعرفش نفك البراكت ده. هنا ده مش هيحصل في الجاما، لان ده اصلا substitution في الحاله دي لو عملت substitution هنا هيرجع يبوظ الباور تاني، فده مش هيحصل في الجاما ابدا. ماشي تمام باشمهندس، شكرا. هل في سؤال تاني؟ باشمهندس هو حضرتك الواحد ده كنت قلبته تي ليه بقى؟ خليته تي باور زيرو. دي اللي زميلكو سأل فيها من شوية لما قال لي لو أنا بكامل الشكل ده المسألة دي، يعني قال لي لو أنا بعمل الانتجريشن بالصورة دي اللي هي اي باور نيجاتيف تي دي تي، هنا التي مش ظاهرة، فأنا أقدر أقول إن هي ظاهرة بس باور زيرو. فيبقى في الحالة دي الاكس ناقص واحد بتساوي زيرو، يعني الاكس بتساوي واحد، فطلع التكامل جاما واحد. هو ده اللي احنا عملناه هنا، ان هنا كان في 1، ال 1 اللي هنا اللي كانت موجوده هنا دي هذا ما تضرب في e power negative t، هتلاقي ان التكامل الثاني هنا اللي على اليمين ده كده من يعني التكامل اللي هو ده من صفر لما لا نهايه e power negative t dt. ده ممكن يتحل اصلا من غير ولا جاما ولا بيتا، ده سهل، دي ممكن تكامله مباشره، او الاسهل الحقيقه ان انت تفترض ان هنا الواحد اللي موجوده كانها تي باور زيرو، فيبقى ده على طول الباور زيرو، وتقارنها بالباور بتاعت القانون اكس ناقص واحد، يبقى الاكس بواحد، يبقى ده جاما واحد. تمام خلاص تمام، شكرا باشمهندس. تمام. طيب باشمهندس معلش سؤال. اتفضل. واحنا في الاول كان عندنا اي باور واحد ناقص تي سكوير وفكناها لاثنين اي، صح؟ المفروض في اي طلعت بره، بس انا مش عارف هي راحت فين في بقيه الاجابه. احنا كملناش المساله دي، احنا حليناها. بص دي اللي احنا قلنا عليها كانت اي باور 1 ناقص اكس سكوير، فقلنا لما استخدمنا التعويض ده الليميتس باظت، وقلنا لا يبقى الصح ان انا الاول اطلع الاي باور 1 لوحدها بره، ويفضل الانتجريشن ده واعمل معاه السبستيوشن ده. اي كان بقى الانتجريشن ده هتكمل معاه لغايه لما هيوصل تقريبا برضو هيوصل للصورة دي من 0 لإنفينيتي T power تقريبا هيبقى T power 1 E power negative T dT، والـ E power 1 لسه زي ما هي، ده ثابت هيفضل عادي موجود، فتطلع الفاليو بتاع التكامل، هيطلع التكامل ده جاما 2 في E. إيه المشكلة؟ احنا كملنا على الإجابة التانية، ما كملتش يعني substitution هنا، أنا كملته هنا. تمام. على اعتبار أن المسألتين شبه بعض يعني. تمام شكرا يا باشمهندس. طيب هل في سؤال تاني؟ طيب يا باشمهندس ثانية واحدة. أيوة.
المسألة اللي احنا ما كملناش حضرتك قلت لو الليمت ما تزبطش بالسبستيتيوشن اللي احنا افترضناها يبقى هو غلط. يبقى حاجة من الاثنين، يا اما السبستيتيوشن غلط يا اما انا محتاجة سمبليفاي حاجة الاول جوه التكامل عشان اظبط الكلام ده. طب ممكن حضرتك تجيب الاكزامبل اللي حضرتك ما كملتوش؟ اهو تفضل. ايوه هنا اللور ليميت كان بنيجاتيف 1 فده كان عامل مشكله صح؟ تمام. لو احنا افترضنا مثلا ان t بلس 1 بتساوي m مثلا وكنا بقى كملنا عادي كانت تبقى مشكله ولا اي تعويض جديد بالt؟ انت دلوقتي انت ليه عملت التعويض ده؟ عشان تظبط e بور نيجاتيف t. لما ترجع تعمل تعويض جديد بالt مره ثانيه يبقى هترجع تبوظ الباور اللي انت كنت لسه ظبطه حالا صح؟ اوكي. يعني انت لو انت مشيت على التعويض ده هيطلع عندك كده انتجريشن مش مهم من كام لكام، الاكس باور 3 دي هتبقى تي زائد 1 باور كذا اي باور نيجاتيف تي دي تي. طيب ده كان هدفك ان انت تظبط الترم ده الاول. اوكي. انت بقى عاوز تعمل تعويض جديد عشان تظبط الليميتس اللي طلعت تحت. اي تعويض جديد للتي t بلس حاجة t ماينس حاجة هيبوظ الباور اللي انت لسه ظبطه فوق ده. اوكي ماشي. اوكي ماشي شكرا. تمام. ها في سؤال تاني؟ طيب نرجع للبروبرتيز اللي هي هدفها ازاي نحسب الجام. طيب البروبرتيز دي هم كلهم موجودين هم، بس قبل اصلا ما نتكلم هو احنا ازاي نحسب الجاما احنا محتاجين نركز راس السؤال بيقول ايه. دكتور مكرم الحقيقه ساعات بيجي يقول لي ايفالويت ويسكت ذا فولوينج انتجرال، يعني ويسكت. يبقى في الحاله دي انا ايا كان الفاليو لازم اطلع فاليو يعني في الاخر. وساعات بيجي يقول كده ايفالويت ان تيرمز of gamma function. ده معناه ان هو الحل اللي هو عاوزه يطلع in terms of gamma. مش عاوزك تحسب الجاما دي بتساوي كام، لا هو مش عاوز كده. فانت المسائل بتاعتنا مثلا طلعت جاما 7 هتسيبها زي ما هي، هو مش محتاج حاجه بعد كده. لكن لو جاء وقال evaluate يبقى لما تطلع جاما 7 تقول ان هي بتساوي factorial 6، لازم تقول كده. فيبقى احنا لازم نركز في الحكايه دي. طبعا من ضمن الاخطاء الشهيره او الحاجات اللي انا شايفها حاجات ساذجه، يعني اسئله ساذجه بتتسال جوه الامتحان، الدكتور بيجيب لي مساله ويقول لي evaluate in terms of gamma function، فلاقي واحد يرفع ايده يا باشمهندس بس المساله دي ما بتتحلش بالجاما، تتحل بالبيتا. هو ما قالكش حلها بايه، هو قال لك طلع لي الحل بدلاله ايه. فانت البيتا لو احنا حلينا باستخدام البيتا برضو البيتا ليها طريقه نحولها للجاما. انت لسه ما خدتوهاش انا عارف، بس يعني هي دايما الفكره بتتقال دلوقتي ان احنا كلمه evaluate in terms of gamma ده مش معناه ان انا احل باستخدام التكامل بتاع الجاما، ده معناه ان انا اطلع الحل in terms of gamma function. فهو الحل لو طلع جاما خلاص هسيبه زي ما هو، طلع حاجه ثانيه هحولها لجاما. لكن evaluate ويسكت يبقى هو عاوز ياخد يجيب الحل الرقم يعني في الاخر كام. طيب فده معناه ان في المسائل اللي فاتت لو كان الدكتور بيقول لي evaluate in terms of gamma يبقى انا اصلا مش محتاج اكمل بعد كده، جاما 7 هسيبها زي ما هي، جاما 2 هسيبها زي ما هي، جاما 1 هسيبها زي ما هي وهكذا. طيب لو بقى قال لي evaluate هبتدي احتاج للبروبرتيز. طب البروبرتيز دي بتقول ايه؟ ان جاما 1 بتساوي جاما 2 بتساوي 1، دول اتنين فاليوز سهلين، وجاما نص كمان بتساوي روت باي، فالثلاثه فاليوز دول علينا ان احنا نكون حافظينهم. طيب بقيه الفاليوز بقى، الحقيقه الجاما بقيه الفاليوز بتاعتها هتلاقيها موجوده جوه جدول كده سهل تدور عليه على النت اللي هو الجدول بتاع الجاما. هتلاقي متهيألي الدكتور حطه في السلايدز بتاعته اللي هو الشكل ده. الجدول ده بيقول لي لو جاما 1.02 مثلا بتساوي كام، جاما يعني عند كل فاليو من اول الواحد لغايه الاثنين بيقول لي الجاما بتاعت الاكس دي بتساوي كام. هو مديني كل الفاليوز بتاعت الجاما اللي هي ما بين الواحد والاثنين، اللي هي لو بصينا على الكيرف ده من اول الاكس بواحد لغايه الاكس باتنين. طيب
طب بقيه الفاليوز اللي هي اللي قبل الاثنين اللي اقل من الواحد اجيبهم ازاي او اجيبهم ازاي؟ نبتدي نجيبهم عن طريق الريليشن دي. الريليشن دي اسمها ريكيرنس ريليشن. طيب معلش يا جماعه انا استاذنكم بس ادوني دقيقتين يعني هرجع لكم تاني بس هرجع لكم واكمل شرح بس ادوني دقيقتين بالظبط. ايوه يا جماعه كده لسه سامعني؟ سامعني تاني كده؟ سامعني انا تمام. طيب نرجع تاني. احنا قلنا ان الجامع عند الواحد وعند الاثنين معروفه وكل القيم اللي ما بين الواحد والاثنين الجامع بتاعتهم موجوده في جدول. طيب طب لو هي مش ما بين الواحد والاثنين اكبر من الاثنين او اقل من الواحد نعمل ايه؟ بنيجي للريليشن رقم 2 دي اسمها recurrence relation. طيب الكلمة دي احنا هنسمعها كتير جدا في الكورس بتاعنا. في كل شابتر من اللي هيجبه هيبقى فيه كلمة recurrence relation. طيب ايه recurrence relation؟ ايه مفهوم اصلا كلمة recurrence؟ مفهوم كلمة recurrence ان هي بتجيب لي الجامعة او الفونكشن بتاعتي بدلالة نفس الفونكشن نفسها بس عند x اقل او x اكبر او عند index مختلف عموما. طيب تعال نبص كده نفهم ده جاي منين. أنا بقول لك جاما X plus 1 بتساوي X جاما X. لو أنا قلت لك عاوز أحسب جاما 2.3 هتقول لي 2.3 دي أكبر من ال 2 مش موجودة في الجدول. فنعمل إيه؟ نستخدم الـ recurrence relation فنقارن الـ 2.3 بالـ X plus 1. يبقى X plus 1 بتساوي 2.3 يبقى الـ X بتساوي 1.3 يبقى دي هتساوي 1.3 في جاما 1.3. فجابت لي الجاما 2.3 بدلالة جاما 1.3 اللي أنا أقدر أجيبها from table. يبقى عشان كده بنسميها recurrence إن هي بتجيب لي الجاما بدلالة الجاما برضو بس بتغير الـ X أو بتغير الـ index في حالات تانية هنشوفها في chapter 2 أو chapter 3 وهكذا. طيب طب ماشي يعني هي الحاجة اللي أكبر من الاثنين كأنها بتنقص منها واحد فتخليها أقل من الاثنين. طب نفترض كده إن هي كبيرة قوي يعني مثلا جاما 4.6 هطبق عليها recurrence relation أول مرة فهتبقى 3.6 جاما 3.6 جاما 3.6 دي برضو مش عارف أجيبها من التيبل فأعمل إيه؟ أطبق recurrence relation كمان مرة إن الجاما 3.6 دي اللي هي كأنها 2.6 جاما 2.6 برضو لسه مش في التيبل يبقى أطبق كمان مرة فتبقى 1.6 جاما 1.6 كأنها لأي value أكبر من الاثنين بتقعد تطرح منه واحد تطرح منه واحد تقعد تطرح منه واحد لغاية لما يدخل جوه التيبل فتقدر تجيب الجاما بتاعته أو الجاما دي من جوه التيبل بتاعك.
فيبقى ده فكرة recurrence relation بتاعتي. بس ده لو كانت الx أكبر من الاثنين. طب لو الx أقل من الواحد، يعني مثلا جاما 0.3، في الحالة دي مش هيفيدني في حاجة ان انا اطرح منها واحد، انا عاوز ازود واحد. فبنقول بنستخدم نفس recurrence relation بتاعتنا، بس بنعيد الترتيب للشكل ده كده، بنقول كأنها جاما x بتساوي جاما x plus 1 على x، مجرد بس بدأ قسمت على x دي الناحية دي. بنسميها برضو هي دي نفس recurrence relation، بس بنقول for negative values. مقصود بالنيجاتيف هنا ان هو اي رقم اقل من الواحد. ليه؟ لان انا هنا مش عاوز اطرح واحد، انا عاوز اجمع واحد. لان انا الجاما 0.3 اللي فوق دي هقول ان هي جاما x plus 1، فتبقى 1.3 على الx نفسها اللي هي 0.3. فدلوقتي بقت جوه التيبل، جيت ما بين الواحد والاثنين، بقدر اجيبها من التيبل بتاعي. تمام؟ برضو لو كان كذا مره، يعني مثلا جاما نيجاتيف 1.2، هقول يبقى اول مره هحط الx تحت واجمع عليها واحد فتبقى نيجاتيف 0.2، لسه مش جوه التيبل. يبقى كمان مره احط الاكس الجديده كمان تحت واجمع عليها واحد فتبقى 0.8، وبعد كده كمان مره احط الاكس القديمه تحت واجمع عليها واحد فتبقى 1.8. جاما 1.8 دي تقدر تجيبها from table. طبعا انا بعملها في ثلاث خطوات، انت ممكن لما تتعود تقدر تعملها في خطوه واحده، دي مش هتفرق معايا يعني. المهم ان انت في النهايه تطلع ده بيساوي ده صح. تمام. طيب في سؤال هنا مهم، فكره ان هو جاما نيجاتيف فاليو. لو احنا اخذنا بالنا في بدايه الشرح خالص لما كتبنا القوانين بتاعه الجاما، سوري، جينا هنا كده وكتبنا ان الاكس لازم تكون اكبر من الواحد، وانت ازاي بتحسب جاما للاكس السالبه اذا كان انت قايل لي ان الاكس لازم تكون اكبر من الواحد؟ الحقيقه الحته دي يعني هي جزء كده نظري. اللي عليك او الشرط ده ما يعتبرش شرط على الجاما، هو شرط على ده، على يساوي. القانون اللي بيقول لك ان التكامل ده تقدر تشيله وتحط مكانه جاما، القانون ده او الشرط على التكامل ده ان الاكس لازم تكون اكبر من الصفر. ماشي. فبالتالي لو انا جه لي تكامل وجيت احسب ظبطته على شكل الجاما وجيت اطلع الاكس بتاعته طلعت بتساوي زيرو او اي رقم سالب، في الحاله دي مش من حقي اقول ان التكامل ده بيساوي جاما، لا، ده في حاجه غلط هنا. التكامل ده بيبقى اصلا انديفينيت او يعني بيبقى undefined حاجه كده، يعني مش هي دي المهمه بالنسبه لنا. فامتى يكون من حقي اشيل التكامل واسميه جاما x؟ لو الاكس دي طلعت اكبر من الصفر، فكأن الشرط ده هو شرط على عملية يساوي، شرط على ان التكامل ده اقدر اشيله واحط بداله جاما كذا. لكن بعد هو فعليا، هم فعليا لما جم حبوا يرسموا الجاما، هم فعليا اللي جاء من التكامل فعلا هو الحتة دي اللي هو الناحية اللي هو في الفيرست كواد ده، اللي هو الجزء الكونتينيوس اللي موجود في الفيرست كواد ده، هو ده اللي اترسم واتحسب عن طريق طرق نيوميريكال للتكامل. طب وباقي الحاجات الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه النيجاتيف، باستخدام بقى امبيريكال فورمولا او باستخدام الفورمولا اللي احنا شفناها حتى بتاعه اللي هي ريكيرنس ريليشن فور نيجاتيف فاليو، بداوا يستنتجوا الايه القيم بتاعه الجاما لو كانت الاكس اقل من الزيرو، اللي هي اصلا ما ينفعش تيجي من التكامل، بس هي محتاجينها لابلكيشنز انتوا هتشوفوها قدام يمكن في اتصالات. هي يعني لو هتشوفوها هتشوفوها عندكم، يعني حتى الناس بتوع باور وبتوع كمبيوتر عمرهم ما بيشوفوها، عشان كده اصلا الكورس ده نازل لكم انتوا، ان هو الجاما والبيتا وفي حاجات تانية اسمها باسل والجندر، دول بيظهروا عندكم في بعض المواد قدام شويه، ممكن يظهروا الترم ده الترم اللي جاي وهكذا يعني. تمام. فيبقى بس نفهم عشان السؤال ده دايما بنتساله، ان ازاي يا باشمهندس انت دلوقتي بتحسب لي جاما عند الاكس بالنيجاتيف وانت قايل لي ان الاكس ما ينفعش تكون سالبه؟ لا، الاكس اللي طالعه من التكامل ما ينفعش تكون سالبه، لكن كفانكشن جاما عموما ممكن الاكس اللي جواها تكون سالبه او موجبه زي ما نحب.
فده معناه ان ممكن الدكتور يجي مثلا في مساله في الامتحان ويقول لي ايفالويت ما يدينيش انتجريشن، لا ايفالويت جاما نيجاتيف 1.4. هو اوريدي خلاص هو حط لي الجاما وبس عاوزني اكتبها في صوره تنفع تتجاب من الجدول اللي هو ممكن بقى في الحاله دي يكون مدهولي. ماشي، فدي وهي دي الحقيقه فكره عبيطه قوي، ويعني انا عمري ما شفتها جت في الامتحان، بس يعني ايه ده الاحتمال الوحيد ان هي يطلب منك جاما جواها نيجاتيف فاليو، جواها اكس بالنيجاتيف. غير كده اي تكامل انت بتحله مستحيل الاكس اللي تطلع جوه الجاما او حتى جوه البيتا يكون بالسالب. البيتا الدكتور هيتكلم عنها المحاضره الجايه ان شاء الله. تمام، فده كده ازاي احسب الجاما والجاما عموما، سواء الفاليوز ما بين الواحد والاثنين اجيبها من الجدول، اكبر من الاثنين او اقل من الواحد هستخدم الريكيرنس ريليشن في صوره من الصورتين بتوعها عشان احولها لجوه الجدول. طيب لما جينا نعمل الحاجات دي، لو كان عندي رقم انتجر او بوزيتيف انتجر، رقم صحيح موجب، هتلاقي ان الجاما بتتحول لفاكتوريال. زي ايه كده؟ لو جينا بصينا مثلا ان انا عاوز احسب جاما 5، فباستخدام الريكيرنس ريليشن هي 4 جاما 4 اللي هي 3 جاما 3 اللي هي 2 جاما 2 اللي هي 1 جاما 1 وكده كده جاما 1 دي ب 1. فده معناه ان جاما 5 وجاما 5 هي فاكتوريال 4. فمنها استنتجوا بقى ايه البروبرتي التالتة دي اللي بتقول لو انت عندك جاما انتجر تطرح منه واحد، يعني بدل n plus 1 تخليها n وتجيب الفاكتوريال بتاعها. ودي على فكرة لو تفتكروا زمان، او انتوا مش زمان يعني انتوا دايما عارفين، لو انا سألت اي حد منكم دلوقتي فاكتوريال 0 بيساوي كام، كلنا هنقول واحد واحنا مش مقتنعين. انتوا اول ما اخدتوا كلمة فاكتوريال زمان في المدرسة حفظوكوا ان هي بتساوي واحد. جات منين ازاي احنا مش فاهمين. هي الحقيقة جت منين؟ إن فاكتوريال زيرو هي أصلها جاما واحد، وجاما واحد دي بتساوي واحد، فعشان كده بقى جاما واحد اللي هي الواحد ده انتجر، فلما أطرح منه واحد يبقى زيرو، يبقى كأني بجيب فاكتوريال زيرو، فعشان كده جاء قلنا إن فاكتوريال زيرو بيساوي واحد. ده الإثبات بتاع الحاجة اللي أنتوا واخدينها قاعدة من زمان قوي وأول مرة نحس بيها دلوقتي. تمام؟ طيب هل في سؤال لغاية هنا قبل ما نشوف آخر property؟ عايز بس سؤال باشمهندس. اتفضل. هو دلوقتي التيبل المفروض هو ثانيه بس صوت واطي، عالي صوتك شويه. هو المفروض دلوقتي التيبل هو مدي من 1 لحد 2 والستيب 0.02. طب نفرض مثلا ان هو مثلا عايز مثلا 1.41، يعني مش بالستيب بتاعه التيبل. ثانيه واحده بس، فانت عمرك ما هتاخد التيبل اصلا. تمام. الاخر يعني انت مش محتاج التيبل ده اصلا في اي حاجه، وعمر التيبل ما بيجي في الامتحان. تمام ماشي. فاللي انت بتساله كلام حلو جدا، بس هو كلام نظري ملناش دعوه بيه جوه الكورس بتاعك. ليه ما بتاخدش التيبل؟ دي حاجه هقول لك عليها. بس هو عموما انت التيبل هو ده اللي متاح قصادك، فلو فرضنا ان انت بتطبق في اي حاله وعاوز تحسب زي ما انت قلت مثلا 1.41، هتروح ل 1.40 1.42 وتجيب النقطه اللي في النص ما بينهم، ويعني كانك بتعمل انتربوليشن عشان تجيب النقطه اللي في النص ما بينهم او القيمه اللي في النص ما بينهم. ده عموما كهندسه يعني، او يعني كحاجه كده ثيوريتيكال مش محتاجينها احنا عندنا دلوقتي في الكورس بتاعنا. ليه الدكتور ما بيديناش التيبل؟ اول حاجه في معظم الاحيان، يعني في معظم الامتحانات هتلاقي دكتور مكرم دايما بيقول ايفالويت ان تيرمز اوف جاما، فهو مش فارق معاه اصلا الجاما اللي انت هتطلعها بتساوي كام. هو عاوزك تطلع التكامل جاما كذا وتسيبها زي ما هي، ده النمره واحد. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان في احيان ثانيه هتلاقي حتى هو بيقول لك ايفالويت، هو عارف ان الجاما اللي هتطلع فيها انتجر، هي جاما انتجر، فبالتالي تقدر تحسبها بالقانون بتاع الفاكتوريال، يبقى انت برضو مش محتاج التيبل. حاجه ثالثه كمان، ان لو جينا اتكلمنا مثلا عن جاما 3.5 باستخدام الريكيرنس ريليشن، هي هتساوي 2.5 في جاما 2.5 او اللي هي 1.5 في جاما 1.5، وتيجي تقول لي انا عاوز احسب ال 1.5 دي جاما 1.5 من التيبل، هقول لك لا انت مش محتاج التيبل هنا، لان انت ممكن تطبق الريكيرنس ريليشن كمان مره، فالجاما 1.5 تبقى 0.5 جاما 0.5، وجاما 0.5 دي من ضمن القيم اللي احنا حافظينها ان هي بتساوي روت باي.
فتلاقي الدكتور في معظم الاحيان اللي بيطلب فيها ايفالويت ويسكت, في الاحيان اللي بيطلب فيها ايفالويت ويسكت بيبقى عارف ان التكامل بتاعه هيطلع يا اما جاما انتجر مثلا 3 او جاما حاجه فيها نص مثلا. ففي الحالتين مش انت مش محتاج التيبل عشان تطلع الفاليو النهائي. في الحاله اللي هو بيبقى واخد باله ان التكامل هيطلع حاجه غير كده, يعني مثلا هيطلع جاما 3.6, هيطلع مثلا جاما 7 اوفر 4 مثلا, ففي الحاله دي ممكن تحتاج التيبل. هو اصلا بيروح قايل لك في الاول ايفالويت ان تيرمز اوف جاما, فانت اوريدي مش محتاج تكمل بعد كده, فانت مش محتاج الجدول برضه. شكرا يا باشمهندس. فاهم كده؟ تمام تمام. طيب هل في سؤال تاني؟ يا باشمهندس هو طب يعني لو هي جاما مثلا يعني مثلا جاما معلش 4.3 مثلا, اسيبها جاما 4.3 ما نزلهاش لحاجه ما بين الواحد والاثنين. لو الدكتور قال ايفالويت ان تيرمز اوف جاما سيبها زي ما هي. ايوه انا قصدي على الحته دي, يعني لو قالها كده اسيبها من غير ما انزل لحد. سيبها زي ما هي ما فيهاش مشكله طبعا. بصوا يعني انا بتكلم لو انا اللي بصحح الميد تيرم او الكويز, لو الدكتور مكرم اتاكدوا منه في المحاضره, يعني هو ايفالويت ان تيرمز اوف جاما انا متاكد ان هو عاوز الحل الدلاله الجاما, بس اللي انت بتقوله بقى عاوزها الجاما اللي طلعت زي ما هي ولا عاوز نخليها جاما ما بين الواحد والاثنين. انا رايي يعني وجهه نظري الشخصيه لو الدكتور ما قالش محدش يساله وسيبوها زي ما هي, بدل ما هو ما نبهش يبقى خلاص يبقى انت هتسيب الجاما زي ما هي وخلص الموضوع على كده. لان انت لو سالته المنطقي جدا والرد اللي هو بنسبه 100% هيتقال اه نزلها ما بين الايه الواحد والاثنين, وهو ممكن ما يبقاش محتاج كده اصلا. فبلاش يعني انا شايف ان انت مش لازم تساله السؤال ده وخلاص, هو قال ان تيرمز اوف جاما فانت جبتها له بالجاما خلص الموضوع على كده. تمام كده تمام شكرا يا باشمهندس. في سؤال تاني؟ طيب اخر بروبرتي في الجاما, اخر بروبرتي مهمه والحقيقه في بروبرتي كمان اسمها الليجندر دوبليكيشن فورمولا, الحقيقه مش متاكد دكتور مكرم قالها ولا لسه هيقولها المره الجايه, بس سواء كده او كده هي كده كده هي فورمولا كده انت هتحفظها لفكره واحده بس موجوده في الكتاب, موجوده في الاسئله في بتاعه الاساينمنت. ففي كل الحالات هي كده كده حاجه هتتحفظ وتسمعها في مساله واحده ومش هيتلعب في المساله دي لو جت في الامتحان, هي تيجي زي ما هي بالظبط. طيب اهميه بقى البروبرتي اللي انا بتكلم عنها بقى دي المهمه بالنسبه لي, جاما اكس في جاما 1 ماينس اكس دي بنسميها البرودكت او ملتيبليكيشن رول, برودكت او ملتيبليكيشن رول. دي بتتعامل لما يكون عندي جاما مضروبه في جاما تانية ومجموع الاثنين اللي جوه الاكسات اللي جوه الجاما بتساوي واحد, مجموع اللي جوه الجاما بيساوي واحد. في الحاله دي تقدر تتخلص من الاثنين جاما اللي موجودين وتحط بدلهم باي على ساين باي اكس. الحقيقه البروبرتي دي هنحس باهميتها قوي لما ناخد البيتا المره الجايه مع الدكتور, بس ما فيش ما يمنع ان احنا نحسبها دلوقتي نطبق عليها مثال او اتنين. لما اجي اقول لك جاما 2 على 3 في جاما 1 على 3, لو انا عايز احسب الفاليو ده طبعا 2 على 3 و1 على 3 دول مش موجودين جوه الجدول, وبالتالي انت مش هتقدر تحسبهم من الجدول, انت محتاج تطبق على كل واحده منهم لوحدها الريكيرنس فورمولا عشان تزود واحد وتدخلها جوه الجدول. الحقيقه الاسهل لما انا الاقي جاما مضروبه في جاما والاقي مجموع اللي جوه بيساوي واحد, فالاسهل ان انا اشيلهم كلهم على بعض واحطها باي على ساين باي في اكس. طب الاكس اني واحده فيهم التلت ولا الاثنين على ثلاثة؟ ما تفرقش, لان واحده منهم هتطلع لي الزاويه في الفيرست كواد والثانيه هتطلع اللي شبهها في السكند كواد, ففي الحالتين الساين موجب وبيديني نفس الفاليو. فسواء حطيتها الاكس اللي هي واحد على ثلاثة او حطيتها الاكس اللي هي اثنين على ثلاثة, الاثنين هيطلعوا نفس الفاليو ساين 60 اللي هي بجذر ثلاثة على الاثنين, فيطلع باي على جذر ثلاثة على الاثنين. تاني لو انا عندي كده مثلا جاما واحد على الاربعة في جاما سبعة على الاربعة, اتنين جاما مضروبين في بعض مجموع اللي جوه ما بيساويش واحد, لا ده بيساوي اتنين, يبقى ما ينفعش تطبق عليه المالتيبليكيشن فورمولا. لا الحقيقة ينفع, لو انت جيت بصيت كده جاما واحد على الاربعة جاما سبعة على الاربعة دي لو انا طبقت عليها ريكيرنس ريليشن اللي هي بتطرح واحد هتدي لك 3 على الأربعة جاما 3 على الأربعة. لو انت طلعت ال 3 على الأربعة دي لوحدها بره كده يفضل عندك جاما مضروبة في جاما مجموع اللي جوه بيساوي واحد, فتقدر تقول ان ده بيساوي باي على ساين باي
في اكس منهم مثلا اللي هي 1 على 4. طبعا ساين باي على الأربعة دي بواحد على جذر 2، فيطلع الكلام ده 3 جذر 2 في باي على 4. طبعا هنا 1 على جذر 2، جذر 2 تطلع بره فوق. يبقى انا لو عندي باي مضروبه في باي سوري جاما مضروبه في جاما ومجموع اللي جوه 1 او اي انتجر عموما، اقدر اطبق الريكيرنس ريليشن لغايه لما اخلي مجموع اللي جوه 1. فالمجموع اللي جوه 1 اقدر اطبق عليه بقى الايه المالتيبليكيشن فورمولا اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، ان هي بتشيل الاثنين جاما وتحط بدلهم باي على ساين باي اكس. وده سبب ثالث برضو ان الدكتور ممكن ما بيحتاجش التيبل، ان هو حتى لو هي بيتا وطلعت جاما مضروبه في جاما ارقام غريبه، ممكن تطلع الجاما في الجاما دي المجموع اللي جوه بواحد، فبالتالي تقدر تعمل ايفالويت من غير ما تحتاج اصلا. انت شلت الجاما وحطيتها ساين، الساين ده سهل نحسبه، مش محتاجين جداول عشان نحسبه. عشان كده دايما التيبل ما بيجيش في الامتحان. يعني لو انتوا سالتوا زمايلكم الناس بتوع اللائحه القديمه، طبعا لان انتوا دايما الاكبر منكم كلهم لائحه قديمه، سالتوهم دايما على الجاما والبيتا يقول لكم عمرنا ما الدكتور جاب لنا الجدول سواء في ميد ترم او في فاينل او في كويز، عمر الجدول ده ما هم شافوه. اوكي، هو بس احنا بنقوله كده في الاول، لكن احنا عمرنا ما بنستخدمه في حلول المسائل بتاعتنا. تمام. طيب في اي سؤال او اي مشكله لغايه هنا؟ طيب بالنسبه للاساينمنت، هو الاساينمنت الاولاني هو على الجاما والبيتا، فانا اعتقد لما دكتور مكرم المحاضره اللي جايه يخلص البيتا هيقول لكم وهينزل الاساينمنت الاولاني. الماده بتاعتكم هي بتتشرح بنفس الشكل تقريبا في كريدت دلوقتي في نفس الوقت، برضو في الناس اللي هم بتوع كريدت وبرضه مع دكتور مكرم وبرضه انا المعيد اللي بشرح لهم، بس الاختلاف ان هم ما عندهمش حته نيوميركال. الجزء النيوميركال الحقيقه اللي هيشرحه لكم مش دكتور مكرم، دكتور محمود في محاضرتين مثلا او حاجه زي كده، فده الفرق ما بينكم وما بينه. غير كده غالبا انتم ماشيين بقيه الحاجات زي بعض. طيب السيكونس اللي انتم ماشيين بيه، انا مش متاكد الاتفاق النهائي ما بين الدكاتره عامل ازاي. انا عارف ان كل دكتور هيدخل يخلص حاجه الاول، فما اعرفش بقى دكتور مكرم بعد ما يخلص جاما وبيتا هل دكتور محمود هيدخل، ولا الاول دكتور مكرم يخلص حاجه كمان وبعد كده دكتور محمود. يعني دكتور مكرم هيقعد معاكم محاضرتين ثلاثه وبعد كده دكتور محمود يدخل محاضره او اثنين وبعد كده يعني الدنيا هتمشي ازاي، الترتيب ده لسه انا مش عارفه بالظبط. بس اكيد انا متاكد منه ان هو ايه الحاجه اللي هتبتدي هتخلص الاول قبل ما تبتدوا في حاجه جديده. فدكتور مكرم بدا جاما فاكيد هيخلص البيتا قبل ما يبتدي حاجه جديده، وساعتها هيبقى في اساينمنت. طيب عشان اللي بيبتدي يحل، يعني لو دكتور مكرم نزل الحاجه والناس بدات تحل، انا بس هنبه على حاجه خاصه بالحل الاساينمنت عشان يبقى ده اتفاق كده واضح ما بيننا من البدايه، برضو علشان محدش يجي في الاخر ويقول لي لا ما تنقصنيش وكده. بص يا جماعه، حل الاساينمنت لازم يبقى في الاتي كده. نمره 1 الورق بتاعنا، يبقى ده الاساينمنت. الورق بتاعنا محدش حل في نوتة، محدش حل في كراسة صغيرة، أنا عايز ورق كبير اللي هو زي الـ A4 أو زي الورق الفلوسكاب. لو أنت بتحل في كراسة سلك، هات الكراسة اللي هي الورقها كبير، بحيث يعني الأسايمنت كله يتحل في ورقتين تلاتة أربعة، ما بقاش أنا كل واحد عامل لي حتة كل مسألة كده في صورة لوحدها ويبقى الـ PDF كبير، لأن ساعات الـ LMS بيهنج وبنضطر إن احنا نداونلود فايل قبل ما نصلحه، فده بيبقى لود كبير علينا. طيب يبقى مبدئيا الورقه بتاعتنا كبيره اللي هي الاي 4 او فلوس كاب او اي حاجه شبههم، يعني مهم يعني لو كراسه بس تبقى كراسه اللي هي الورق بتاعها كبير اللي هو زي السكتش مثلا او كده. طيب الورقه دي هتحل فيها ازاي؟ اول حاجه اسمك والكود بتاعك او الاي دي مكتوبين على الصفحه اللي انت بتحل فيها، مش مكتوبين على كفر لوحده في الاول. انا عاوز الاسم والكود مكتوبين بخط ايدك، مش مطبوعين، مش محطوطين، مش عاملهم صوره مثلا وبتاخدها كوبي بيست تحطها على الصفحه، لا مكتوبين بخط الايد، وبعد كده تبتدي تحل في نفس الورقه عادي جدا. طيب وانت بتحل في الورقه اكتب بس بدايه السؤال وبعد كده حل زي ما انت عاوز. بدايه السؤال دي يعني مش راس السؤال كله، يعني مثلا مساله ايه؟ اول مساله عندنا مثلا بيقول لك أول مسألة مش عارف prove كذا كذا كذا،
انا مش عايزك تكتب كل الكلام ده، مجرد تكتب بس الحاجه اللي انت عاوز تعملها بروف، الايكويشن انت عاوز تعملها بروف، وبعد كده تبتدي تحل. هو بيقول لك ايفالويت كذا كذا، خلاص اكتب بس بدايه الانتجريشن اللي انت هتحسبه وابتدي حل. يبقى انا عارف بس انت بتحل ايه المساله، مش عشان في ناس بتيجي في الامتحان او بتيجي في الاساينمنت ولاقيها بتروح ايه لازق الفاينل انسر، او يروح حاطط لي خطوتين كده انا مش فاهم هو بادئ منين ولا منتهي فين ولا هو بيحل انهي مساله. فبعد اذنكم الناس لما تبتدي تحل المساله انت بتكتب الرقم عادي جدا وبتقول لي ان انا بحل التكامل الفلاني، وتبتدي تعمل الخطوات بتاعتك. مش لازم لون مختلف، مش فارق معايا حتى هم نفس اللون، بس مهم اعرف البدايه فين. لو انت بتحل بالرصاص خلي الرصاص بتاعك تقيل، خلي ايدك تقيله عشان الصور لما انت في صور ما بتبانش. لو انت بتحل بالرصاص هات مثلا فنون 2 بي عشان يبقى باين الحل بتاعك لما بعد التصوير الاجابه تبقى باينه. ماشي كده؟ طيب يبقى الاساينمنت في ورق اي 4، ورق كبير، الاسم والكود مكتوب. بص هو انا هقول لكم ان هم على كل الورق، يعني هتلاقي التنبيه مكتوب كده على القلم اس على كل الورق، بس هو الحقيقه مش لازم كلهم، بس يبقى في ورقتين ثلاثه كده انت كاتب بخط ايدك اسمك عليهم. ماشي كده؟ طبعا المشكله ليه بنعمل كده؟ مش غلاسه والله، بس لان انتوا في ناس منكم او من زمايلكم او من ناس تانيين عموما واحد بيحل الاساينمنت والباقيين كلهم بيروحوا كله حاطط عامل كفر ولازق تحتيه الاساينمنت ده ويبعته. فعشان كده انا عاوز الاسم يتكتب بخط ايدك، لان اكيد خطوط ايدكم مختلفه عن بعض، عشان نمنع يعني موضوع ان واحد يحل والباقيين ياخدوا الحاجه يحطوها زي ما هي. ماشي؟ وانس بس ان دكتور مكرم يخلص معاكم الجاما البيتا ان شاء الله انا هكلمه وهننزل الاساينمنت ونحدد بقى الميعاد بتاعه التسليم بتاعه امتى، هيبان لكم الكلام ده كله على الال ام اس ان شاء الله. تمام؟ لو فرضنا ان في واحد لسه بيحول زي الباشمهندس اللي كلمني في الاول، او في واحد منكم عنده مشكله مع ان هو يدخل على الصفحه بتاعه الال ام اس هيبلغني، اوكي، وهستلم منه الاساينمنت على الشات على التيم شات، هيبعتها لي برايفت كده على التيم شات وصححها له وارصد له درجته، او يعني لما الال ام اس يفتح هفتح له يسلمها هناك وارصد له الدرجه الكامله عليها هناك، مش هقول ان هو متاخر ولا حاجه. تمام؟ فاللي هيكون عنده مشكله مع الاس الال ام اس يبلغني، بس ما يبلغنيش بعديها بشهر وبعد كده يقول انا عاوز الدرجه كامله، لا يبلغني ساعتها. يعني لو فرضنا ان احنا قلنا ان تسليم اساينمنت 1 اخره مثلا يوم 10/4، يبقى قبل الميعاد ده يكون هو مبلغني وبعت لي الاساينمنت بتاعه، عشان يبقى انا اعتبر ان هو سلمه في ميعاده طبيعي وهديله درجته طبيعي، مش عشان هو ملوش دعوه بموضوع ان الال ام اس عنده مشكله. تمام؟ طيب برضو علشان دي حصلت الترم الاولاني كقاعده عامه كده، لو الال ام اس هنك فدي مش مشكلتك انت ولا مشكلتي انا، فده معناه ان انا لو فرضنا ان هو هنك في اليوم بتاع تسليم الاساينمنت يبقى اوتوماتيك الاساينمنت هيتمد يوم او اتنين لغايه لما الال ام اس يشتغل. مش محتاجين بقى كل شويه حد يكلمني الال ام اس واقع وانا مش عارف اتصرف، لان هو لو واقع عندك هيبقى واقع عند الناس كلها. لو هو واقع عندك انت بس يبقى انت المفروض تحل المشكله عندك، لكن هو ما دام واقع عند الناس كلها خلاص يبقى دي مش مشكلتنا. وانس ان هو اشتغل هتلاقيني دخلت اوتوماتيك زودت يوم او اتنين على التسليم بتاعنا. فما تخافوش يعني من حاجه زي كده، لان هو المتوقع ان الال ام اس كل شويه هيقع عشان طبعا التسليمات الكتير واستخدامه مننا يعني ككليه كلها كلود كبير عليه يعني. تمام؟ طيب حاجة كمان أو حاجة أخيرة، هو واضح من الكلام من أسئلتكم إن في ناس كتير ما شافتش المحاضرة. طبعا حاليا النهاردة أصلا السكشن أصلا الشرح اللي أنا كان مفروض أشرحه ما يعديش مثلا ساعة إلا ربع، والباقي أصلا كان شوية دردشة وتنبيهات وتعليمات والكلام ده. في الطبيعي في السكشن اللي جاية لا اللود هيبقى أكبر من كده، والمسائل هتبقى أكتر وهيبقى محتاجين نشرح حاجات أكتر من كده، فمش هيبقى في مجال إن أنا أعيد حاجة المفروض إن هي اتشرحت في المحاضرة. فعليا دكتور مكرم لما بيعرف إن في حاجة اتشرحت في السكشن هو أوريدي شرحها في المحاضرة، دي حاجة بتضايقه، لأن هو بيقول أنا شرحت في المحاضرة هو عليه يحضر، ولو مش فاهم يسألني الأول في المحاضرة قبل ما يروح للسكشن ويقول أنا مش فاهم. فأرجو إن الناس تهتم بكده. دكتور مكرم من الدكاترة يعني الكويسين قوي في الشرح، وفعليا يعني لو انت ركزت معاه الموضوع هيبقى بالنسبه لك حلو جدا وهتفهم حاجات كتيره جدا يعني.
فالموضوع مش مساله هو كورس صعب او الدكتور ما بيشرحش كويس او ما بنفهمش من الدكتور، لا دكتور مكرم ما عندوش يعني العيوب اللي انتوا او الاعذار اللي بتتقال دي، لا دكتور مكرم فعليا من الناس اللي بجد بيشرح كويس، واللي هو انت تقدر تفهم منه الموضوع كله من غير ما تحتاج للسكشن اصلا. فارجو ان الناس تنتبه لي، لانه اوريدي الافكار اللي هتيجي بعد كده هتبقى اطول ومحتاجه شرح اكتر او محتاجه يعني حل اكتر، فمش هيبقى في مجال ان انا اعيد كلام المحاضره مره ثانيه. تمام. طيب هل في اي سؤال قبل ما نخلص؟ احنا كده انا خلصت كل اللي عندي، في اي سؤال؟ تمام. طيب هستنى بس رد من يوسف، بالكتير قوي يوم الخميس. انتوا عاوزين اني ميعاد من الاثنين اللي انا قلتهم في الاول علشان نتفق ونحدد بالظبط اني ميعاد عشان ابلغهم برضو للدكاتره، ويبقى خلاص عارفين الميعاد بتاعنا الاسبوع الجاي هيبقى امتى. تمام كده. ارجو ان احنا ما نتاخرش عن يوم الخميس عقبال ما تردوا عليا. تمام. طيب اوكي، يلا سلام عليكم.